للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا في هذا البرنامج مثل ما نقول يعني هي حلقة التواصل ما بينكم وما بين هيئة الصحة لاستقبال آرائكم ولاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. أرقام التواصل معنا وسؤال المسابقة كذلك بتخبركم عنها زميلتي دكتورة ندى الملا. صباحك الله بالخير. سرور وصباح جميل عليكم جميعا إن شاء الله، خصوصا باكر يوم الخميس الونيس. أذكركم برقم التواصل، الاتصال على 600551414، الرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي فقط على الإنستغرام. أقولكم مسابقتنا رمضانية لليوم. إنزين، شو يقول السؤال؟ معلومات عامة عن النوم في شهر رمضان، اختار الإجابة المناسبة. شو الإجابات؟ رقم 1، تقليل النوم في شهر رمضان صحي لأننا نتناول كمية كبيرة من الطعام. أو جواب الثاني، قلة النوم والسهر قد يضر الصحة بشكل عام لكن لا يؤثر كثيرا في شهر رمضان. رقم 3، يحتاج الفرد ما يقارب 3 إلى 4 ساعات من النوم فقط. أم رقم 4، كل ما سبق صحيح. طرشونا أرقام الإجابات على 4006 فقط وليس على الإنستغرام مع أرقامكم الثلاثية لتفوزوا ب500 درهم مقدمة من هيئة الصحة في دبي. بكم؟ 500 درهم. 500 درهم، يعجبني الفصحى. إيه، لما تحطين لغة عربية فصحى مع مع لغتنا الإماراتية العامة. ما في لغة إماراتية. اللهجة الإماراتية العامة. يقول لك دكتورة بما أنك أنت سألتي سؤال عن النوم، فيقول لك قصة أو حدوتة قبل النوم تعزز ذاكرة الطفل وتزيد مهاراته المعرفية. إذا كانت قصص قبل النوم ليست جزء من روتين طفلك الليلي فقد تحتاج إلى إضافتها، حيث أظهرت دراسة حديثة نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية أن قراءة القصص مع الأطفال يمنحهم الدعم ويحسن قدراتهم المعرفية، ويأمل الباحثون أن تعزز نتائجهم هذه قيمة القراءة التفاعلية التي يتم من خلالها تشجيع الأطفال على المشاركة فيها بنشاط. صحة. وبحث عالمون من مركز، هذا المركز اسمه سنسنتاي. زين، ما حسيت مركز ما تايكواندو، انا حسيت من المساج. زين سنسنتاي الطبي للاطفال في اثار في اثار القراءه على مخوخ الاطفال، عقول الأطفال في أعمار ما قبل المدرسة. وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي اكتشف الباحثون نشاطا أكبر في تفعيل مخ الأطفال الذين يبلغون من العمر 4 سنوات عندما يكونون منخرطين جدا في خلال استماعهم لقصة ما. هذه النتيجة تسلط الضوء على قيمة الحوار من خلال القراءة، أي حين يتم تشجيع الطفل على المشاركة أثناء وقت القصة. وتعليقا على هذه النتائج قال جون هوتون الذي قاد الدراسة أنه من واجبات الآباء والأمهات أن يشاركوا أكثر. صحة. سامحوني عاد أنا متحسن من الجو فأكح وايد اليوم، يعني بشرت الله بالخير. ما يعادي محمود، إن شاء الله يا رب ما نشوف. زين، عموما قال إن من واجبات الآباء والأمهات أن يشاركوا أكثر عند القراءة مع طفلهم وطرح الأسئلة، ويجب أن يطلبوا من الطفل قلب الصفحات، ويجب التفاعل بين الأهل والأطفال أثناء قراءة القصة. ومن خلال هذه الممارسة يمكن أن يحفز
يمكن أن يحفز نشاط المخ عبر تطوير مهارات القراءة والكتابة عند الأطفال في سن ما قبل المدرسة. المدرسة القراءة محمود، احنا تذكر قلنا دراسة من زمان ان الام لما تقرأ لطفلها وهي حامل يطلع الطفل مثل ما نقول اكثر تقدما من ناحية العقلية من الاطفال امهاتهم ما يقرون لهم هذا فترة الحمل ترى فقط. انزين فتخيلوا بعد ما يكون الطفل مستوعب، يعني الدراسة هو على كم عمرهم 4 سنوات وش يقول؟ انزين والله الواحد ما ينام في رمضان كاتبين ها ما قلنا ننام في رمضان، ما ارقد واكون مواصل واروح الدوام والحين في نرقاد طنين كل طنين طنين ارقاد عندنا يا جماعة مو بزين والله لازم تنامون بعد التراويح. ما أنا عايبني إن أنت تعرفين مصطلحات هذه العادية العامية ها. زي واحد كاتب لك كل حبوب منومة والله قصة ليلى والذئب ها يمدحونه بنادول نايت. منو اللي فاز بمسابقات البارحة تذكر الاسم؟ ها ما سمعت ميرة. هي عيلي عيسى عيلي الفرج صح؟ الفرج انزين هذا اللي فاز معنا اللي كان يسأل عن مسابقة البارحة. عموما دكتورة موضوع القراءة بالفعل نحن يمكن بخبركم عن ممارسة كانت عندنا في البيت الله يذكرها بالخير اختي العودة الفحية لك. اي والله اختي ليلى كانت تقرأ دائما قبل أن نرقد يمعنا نحن الصغارية وتي استقرالنا وتناقشنا في الكتب يا سلام يا سلام والله ليش متحمسة زي أحب أن هالممارسات الجميلة لما تكون في البيت. أي فكنا نترياها أيام ما كانت تدرس في الجامعة نترياها لما ترجع عشان الويكند نجلس نسمع القصة اللي بتقرالنا إياها أو الكتاب اللي بدينا فيه. فهذه سبحان الله عززت عندنا في البيت عموما الأطفال اللي أنا كنت طفل تراني يعني يوم الأيام كنت طفل يعني محمود أوكي. فعززت موضوع القراءة عندنا وعززت موضوع أن الواحد صار عنده حب أنه يقرأ فما قمنا ما يترياها ناخذ الكتاب ونجلس نقرأ بروحنا ما شاء. شوف تعزيز المهارات أو الصفات الجميلة في الأطفال ريحين تتذكر محمود صح؟ ايه تشوفوا يتذكر اليوم اتذكر الكتب اللي كانت تقرا لنا اياها بعد لين الحين اوكي تتذكر شو كانت تقرا لكم بعد فهذه تساعد هي ترى تتذكر الكتاب وشو كان يعني ممكن لو حد بدا القصه الحين تكمل له اياها لان الطفل الصغير يا جماعه يقدر يستوعب ويحفظ اكثر من احنا في السن الاكبر فاستغلوا فترات النوم الاطفال ترى محمود الطفل يوم تقرا له ينام بعد اسرع لان يستوي نوع من انواع الهدوء ويتم يركز معاك وخلي الاضاءه شوي خافته وقروا القصص الجميله حق الاطفال ينمي فيهم نمو العقلي عندهم يكون أفضل يتكلمون أسرع يكون عندهم مصطلحات أكثر وينامون أهدى عشان ما نمنع الحرب قبل النوم بين الأمهات والأطفال. إنزين يقول عطونا الجواب عشان نبعث الجواب سهل يعني ما محتاج بس نرسل رقم الجواب ولا لازم نبعث الجواب كامل ترسل رقم الجواب ولا تبعث الجواب كامل وتكتب اسمك الثلاثي إنزين يعني كله إن شاء الله الأمور طيبة ممكن تواصل مع الدكتورة على الخاص شو تبغى عمر واحد كاتب عندي بعض الأسئلة عنده سؤال تفضل أخوي حياك الله ادخل على أكاونتي وتسأل حط الأسئلة اللي تبغاهم إنزين لو سمحتوا عيدوا لنا الأجوبة عيد السؤال دكتورة قبل لا نطلع فاصل. هالسؤال عبارة عن معلومات عامة عن النوم في شهر رمضان اختر الإجابة المناسبة. رقم 1 تقليل النوم في شهر رمضان صحي لأن نتناول كمية كبيرة من الطعام أو قلة النوم والسهر قد يضر بالصحة ولكن لا يؤثر كثيرا في شهر رمضان. أو رقم 3 يحتاج الفرد ما يقارب 3 إلى 4 ساعات من النوم فقط. أم رقم 4 كل ما سبق صحيح على 4006 مع أسماءكم الثلاثية فقط عشان تفوزوا 500 درهم. طيب إن شاء الله أنا عايبني أنت متحمسة يعني أنت موزع 5000 زين 500 حلوة حبيبي اطلع فاصل مستمعينا الكرام بعد الفاصل نتواصل معاكم. ارقام التواصل معنا 6005514114 عن طريق الرسائل النصيه على 4006 وايضا موجودين معاكم على نور دبي في الانستغرام. بعد الفاصل مناقش الثلاسيميا وصيام رمضان فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده
سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. معنا في التنسيق اليوم ميرا الإغفلي وفي الإخراج عيسى سبيل. عيسى اليوم يبتسم الصيام، يعني ما شاك إنك فاطر اليوم. آه صايم؟ لا لا تخاف ذمة الناس، توك تقول لي اليوم أول مرة تبتسم. يعني تي أحس إن يا مسحر زين يمكن. ها؟ ايه متسحر سحور مضبوط. تقول زين انا ولدي الحين عمره 12 و10 سنوات، اذا قريت القصه الحين هو هل هو راح يستمع اليه؟ نعم اكيد. نعم. انا لين عمري 15 سنه وانا جالس اسمع هاي القصص. ما في ابدا تقولون متاخر الوقت ان انا ابدا، يعني طبع مفيد، ما في شيء اسمه تأخروه، ابتدوا من اليوم مهما يكون عمرك. هذه الفكرة بس عشان اللي انضمونا للسمع لنا الحين، كنا نحن قبل الفاصل نتكلم عن ان قصة قبل النوم تعزز ذاكرة الطفل وتزيد مهاراته المعرفية. هذه دراسة بريطانية كانت حول هذا الموضوع. دكتورة شو سؤال حلقتنا اليوم؟ سؤال معلومة عامة عن النوم في شهر رمضان، اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، تقليل النوم في شهر رمضان صحي لأننا نتناول كمية كبيرة من الطعام. اثنين، قلة النوم والسهر قد يضر الصحة بشكل عام لكن لا يؤثر كثيرا في شهر رمضان. رقم ثلاثة، يحتاج الفرد 3-4 ساعات فقط من النوم أو كل ما سبق صحيح. 4006 مع أرقامكم الثلاثية، أسماءكم الثلاثية. أرقام الثلاثية والله كان زين لو كل الناس عندهم أرقام ثلاثية. الله وناسة ها محمود. إيه والله زين. عموما كان ما حد يسي خقع الثاني في الشارع ها، يقول أنا عندي رقم. إنزين دكتور، نحن قبل الفاصل قلنا نتكلم عن الثلاسيميا وصيام رمضان. معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد فرج، أخصائي أمراض دم مركز الثلاسيميا في مستشفى لطيفة. صباح الخير دكتور. صباحك الله بالخير. صباح دكتور نور. نهارك سعيد. صباح النور علينا وعليكم. شكرا شكرا للفرصة السعيدة دي، إن شاء الله ورمضان كريم عليكم وعلى أسرة البرنامج جميعا. آمين يا رب. ومعانا في الاستوديو الدكتورة مي محمد بن ثاني، أخصائي تغذية سريرية. كذلك نحن اليوم نحن راح نطرح هذا الموضوع، موضوع الثلاسيميا وصيام رمضان. نبتدي مع الدكتور أحمد. الدكتور ممكن تعطينا أول شيء نبذة عن مرض الثلاسيميا باختصار؟ ما هو المرض؟ ما أسبابه؟ وما هي أعراضه؟ تمام. هو مرض الثلاسيميا مرض وراثي بينتقل أو بيورث من الأب والأم حاملين الصفة للطفل. فالطفل غالبا بيبقى مصاب بالمرض لو الأب والأم عندهم نفس الصفة. المشكلة في المرض إن بيبقى فيه مشكلة في تصنيع الهيموجلوبين. الهيموجلوبين اللي هو اللي بيبقى جوه كرات الدم الحمراء المسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين لكل أعضاء الجسم. الهيموجلوبين المفروض الطبيعي إن كرات الدم الحمراء دي بتقعد 3 شهور قبل ما تتكسر وتطلع واحدة جديدة، لكن في مريض الثلاسيميا ما بتقعدش أسبوع، فبيبقى محتاج كل 3 أسابيع إن هو لازم ياخد دم. وده بيبقى مدى الحياة من صغره، من أول ما بيبدأ مثلا عنده سنة أو سنتين بيبدأ ياخد دم، طول عمره لازم كل شهر يجي ياخد كيس أو كيسين حسب نسبة الهيموجلوبين بتاعه، ما يقدرش يستغنى عن الدم أبدا نهائيا. ما هي أعراض المرض دكتور؟ قبل أوكي تفضل ذكر أسباب إيه؟ أعراضه. تمام. أعراض المرض طبعا هو لو ما خدش دم طبعا بيحس بهزال وضعف عام وبيبقى في نقص في النمو، نمو غير طبيعي، بيبقى فيه مشكله في التحصيل الدراسي وهو طفل طبعا، بيبقى فيه مشكله في النمو بشكل عام، بيبقى فيه اثر على العظام، بيبقى فيه هشاشه في العظام، بيبقى فيه اثر على الغدد الصماء عنده. وفي نفس الوقت لما بياخد دم بيبدا ياخد دم بصفه مستمره، الدم المتزايد ده والدم المتكرر اللي بياخده بيزود نسبه الحديد في جسمه. نسبه الحديد لما تزيد برضه بتاذي أعضاء كتير زي الكبد والقلب والغدد والبنكرياس، ممكن يبقى عنده سكر. فلازم وهو بياخد دم لازم ياخد أدوية بانتظام تنزل نسبة الحديد وتتخلص من نسبة الحديد في جسمه أول بأول. ممتاز. دكتور هل يمكن لمريض الثلاسيميا الصيام؟ احنا لو احنا بنتكلم بتسألني السؤال ده من 40 سنة هقولك لا ما يقدرش يصوم، لكن دلوقتي بعد التطور الكبير في علاج الثلاسيميا وفي بنك الدم وطريقه تحضير الدم ونقل الدم والعلاجات الكثيره اللي موجوده للتخلص من الحديد، مريض الثلاسيميا زيه دلوقتي بسم الله ما شاء الله زي اي واحد طبيعي بينتج وبيتجوز وبيخلف وبيذاكر وبيدرس وبيشتغل. وممكن تقابل منهم ناس في الجوازات، ممكن تقابل ناس منهم في شرطة دبي، ممكن تقابل ناس منهم
في حواليك في كل حتة وانت ما تعرفش اصلا ان هو ثلاثيميا. صحيح. زي اي حد تاني. انا شايف انا ما اعرفش طبعا، بس هو الصيام كطبيا، انا لو انا اتكلم طبيا، فاللي يقدر يعمل كل ده يقدر يصوم، مفيش مشكلة. خلني عيل دكتور خان، هم الا في بعض الحالات البسيطة، بعض الحالات البسيطة اللي مثلا بتبقى مثلا مريض ثلاثيميا عنده سكر، ده بيبقى عذره عشان السكر، ممكن ما يقدرش يصوم عشان عنده سكر. زين، انا بتوجه بهذا السؤال حق دكتورة مي بعد كذلك. شو رايك، يقدر يصوم مريض الثلاسيميا ولا لا، وشو المفروض يسويه عشان يقدر يصوم؟ يقدر يصوم مثل ما قال الدكتور احمد، ان مريض الثلاسيميا حال اي انسان طبيعي ممكن يصوم، الا في حالات مرضيه معينه مثل ما ذكر، اللي هي السكر او اي امراض ثانيه. الحين صيامه مثلنا، يكون مثلنا نفس مثلنا. الاكل اللي نحن ناكله نفس النظام، ناخذ جربي من الماكينة. نفس الشيء، ناخذ الفطور وعقب وجبات خفيفة والسحور، نفس توزيع الأكل لنا. لكن مثل ما ذكر الدكتور أحمد، في حالات مرضية اللي هي مرض السكر، اللي ما يكون منتظم عنده سكر، هني احنا نمنع من الصيام. لكن اذا كان مريض السكر يتبع حمية غذائية، سكره منتظم، بعد نفس الشيء ممكن أن يصوم. بس قبل الصيام يراجع الدكتور عشان يضبط له، إذا مثلا كان ياخذ الأنسولين يضبط له جرعات الأنسولين، وإحنا نعطيه الحمية الغذائية اللي يتبعها خلال دكتور أحمد، طبعا ذكرت أن مرضى الثلاسيميا ياخذون دم بشكل مستمر، فخلال رمضان مريض الثلاسيميا ياخذ مفروض الدم بعد أوقات الفطار، صحيح؟ لا، هو احنا في اليوم اللي هو بيجي فيه بياخد الدم طبعا، عشان يجي ياخده بعد الفطار، هيبقى طبعا معظم الدوامات بتبقى صباحيه نهاريه، صحيح. فبعد الفطار الوقت اصلا بعد الفطار بيبقى ضيق جدا، يعني بعد الفطار لو هو بدا دمه مثلا على الساعه 8، اقل سيشن للدم بتاخد 4 ساعات، فهيخلص على الساعه 12 بالليل. ده محتاج ادميشن، ده يبقى محتاج مستشفى، مش هيقدر ياخد داي كير، مش هيقدر ياخد خدمات يوم واحد، تبقى خدمته نهاريه. فاحنا معظم المرضى بتوعنا حتى المداومين عندنا، احنا مداومين دلوقتي، والمرضى عندنا بياخدوا دم، بيجوا الساعه 8 الصبح، بينفع الساعه 2 او 3 او 5 قبل الفطار، واليوم ده بيفطروه لان هم بيبقوا مضطرين، لان بيبقى في تغذيه عن طريق الوريد بالنسبه للدم. فهو احنا ما بنشقش على مرضانا، يعني في اليوم ده هو في مستشفى وهو اسمه مريض حتى، يعني صحيح. هو مش في دوامه العادي او في يومه العادي او الطبيعي انه احنا نقدر نعتبره يوم عادي بالنسبه له لاي حد تاني، لا هو في مستشفى وهو داخل ادميشن كمريض، فصيامه في رخصه طبعا، هو ان كان منكم مريضا او على سفر. صحيح. طيب دكتور، كم يوم ياخذون الدم هم، في بين كم يوم وكم يوم ياخذون؟ يعني احنا كل حاله، معظم الحالات كل 3 أسابيع او 4 أسابيع، يعني في الشهر مره، في الشهر مره تقريبا. زين، يعني طول ممكن يفطر يوم يعني في رمضان يوم، يعني شيء زين، يعني باقي الشهر ان شاء الله يقدرون يصومون. زين، لو مريض الثلاسيميا صام، شو المضاعفات ممكن تستوي له لمرض الثلاسيميا ممكن تستوي الشخص العادي خلال فتره الصيام، خصوصا الصيام الحين طويل 16 ساعه؟ هو لو اتبع الاسلوب الغذائي السليم بتاع اي حد تاني وهو سليم، يعني هو ما عندوش مشكله، لو هو عنده ما عندوش مشكله خالص غير بس الثلاسيميا وارتفاع بسيط في نسبه الحديد، مش مأثر على اي اعضاء، ما فيش مشكله بالنسبه له زيه زي اي حد تاني، ما فيش اعراض خاصه بيه بالنسبه للصيام هتاثر عليه، مش هتاثر على حد تاني. اي حاجه هتحصل للانسان الطبيعي ممكن تحصل له، واي حاجه ممكن تحصل له ممكن تحصل للانسان الطبيعي. صحيح. اللهم الا لو هو مريض الثلاسيميا زي ما قلنا، عنده سكر او عنده مشكله في عضله القلب مثلا، ضعيفة شوية نتيجة متأثرة من زيادة نسبة الحديد، أو عنده مشكلة في الكبد إن هو برضه متأثر من نتيجة فيروسات أو نتيجة زيادة في نسبة الحديد، عنده أي مشكلة في أعضاء تانية، ده لوحده، وكل عيان بتتفصل له الطريقة اللي يصوم بيها أو يفطر بيها في رمضان، بتبقى صحيح له هو بس. لأن مثلا عيان القلب ده لازم يبقى على طول في سوائل معاه في جسمه بقدر معين، ما نقدرش نسبة السكر بتاعته ما نقدرش تقل عن نسبة معينة، لازم يبقى واخد أدويته بانتظام، ما ينفعش مثلا الأدوية تتأخر أكثر من 12 ساعة اللي هي فترة الصيام، فلازم هيصوم عشان يفطر على الأدوية، يعني الأدوية هتفطره، مش هيعرف يصوم. وهكذا بالنسبه للانسولين بتاع مريض السكر، الانسولين مثلا بيتاخد كل 12 ساعه، فلازم ساعات لازم يتاخد كل 12 ساعه، فده مش هينفع يصوم. دكتور،
أنت بتواصل معانا إن شاء الله إذا مشغول شوية بس فضيلنا نفسك يعني بعد نطلع فاصل قصير بعد الفاصل ما نكمل معاك الحوار شو رأيك؟ شكرا لك دكتور وأيضا بتكون معانا كذلك دكتورة مي بن ثاني اختصاصية التغذية بعد بنكمل الحوار عن مرضى الثلاسيميا وأيضا اللي عنده أي استفسار أو أي سؤال ممكن يبغي وجهه للأطباء حتى لو كان صحة وحتى لو كان موضوع التغذية حين انت عديتي بعد مي بروحة قامت تكح الله يستر بس عموما 6005514414 ورسائل نصية على 4006 فاصل وراجعين لحظة السؤال قولي لهم بقولهم بالرد زين عقب الفاصل يعني الفاصل بقولهم الجواب السؤال والجواب بقولهم طيب فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام شو تكسرين في الاستوديو ما شيء فايدة يعني مو ما شيء فايدة لازم أول ما يرفع الفيدر تطلع الأصوات لو سمعت وخشخشة هاي ماركة مسجلة مالتي يعني نعرف أن أنا اليوم موجودة في الاستوديو لو هدو يعني مو موجودة زين عموما مستمعينا الكرام متواصلين معاكم عبر برنامج صحة وسعادة معانا عبر الهاتف الدكتور أحمد فرج أخصائي أمراض دم بمركز الثلاسيمي في مستشفى لطيفة وأيضا معانا الدكتورة مي محمد بن ثاني في الاستوديو أخصائية التغذية السريرية سؤال الحلقة دكتورة معلومات عامة عن النوم في شهر رمضان اختر الإجابة المناسبة رقم 1 تقليل النوم في شهر رمضان صحي لأن نتناول كمية كبيرة من الطعام رقم 2 قلة النوم والسهر قد يضر بالصحة ولكن لا يؤثر كثيرا في شهر رمضان رقم 3 يحتاج الفرد ما يقارب 3 إلى 4 ساعات من النوم فقط أم رقم 4 كل ما سبق غير صحيح على 4006 مع أسماءكم الثلاثية طيب دكتور أحمد كان عندنا سؤال يقول الأمراض اللي ذكرتها اللي تحصل لمريض الثلاسيميا بسبب مرضه بسبب مرض الثلاسيميا ولا يعني هو مثل المرض المناعي خلينا بس نقول الأول الأمراض اللي بتحصل لمريض الثلاسيميا فيها ليها شقين نعم الشق الأولاني نتيجة العامل الوراثي أو الجين المورث من أب والأم ده نتيجة اللي هو الجين اللي بيأثر في تكوين الهيموجلوبين أو تكسير كرات الدم بسرعة ده كان هو العامل الرئيسي للوفاة والنهاية المريض قبل ما يخترعوا نقل الدم بالصورة اللي احنا فيها بعد اكتشاف نقل الدم من إنسان لإنسان بالطريقة اللي موجودة حالياً والتقنيات الجديدة دي بقى المشكلة عندنا مش في الدم مش في مرض الثلاسيميا لكن المشكلة عندنا دلوقتي في تجميع الحديد أو تراكم الحديد في الجسم نتيجة نقل الدم المتكرر صحيح فدلوقتي المشكلة عندنا الحديد اللي بيتجمع في الجسم ده هو ده اللي بيأثر وهو ده اللي بيأثر لو اتجمع في الكبد هيعمل فشل في الكبد لو اتجمع في القلب يعمل فشل في عضلة القلب لو اتجمع في الغدد هيأثر لنا على الغدد الصماء ويعمل لنا مشاكل كتير منها مشاكل في التناسل مشاكل في الانجاب مشاكل في السكر زي ما قلنا مشاكل على العظام على العظام بيبقى فيها هشاشه سهل قوي ان الكسر ممتاز نعم. طيب دكتور ناخذ بس هذه المداخله من عيسى هلا اخوي عيسى صباحك خير الو السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله تفضل لو سمحتي دكتورة بس أنا بغيت أسأل أنا يعني أول أسبوع من رمضان كنت يعني قبل الفطور بثلاث ساعات أو أربع ساعات زين أحس بغثيان في المعدة وكانت بعدين تتعورني بس جاني أول أربع أيام رمضان عقب اليوم الخامس اضطريت إني أفطر لأن الدكتور قال لي لازم تفطر أساس التحاليل إن إحنا نشوف شو المشكلة اللي عندك فقال لي ان عندك اساس ان انت يعني المعده تكون عندي واحد تقلص يوم تكون إن مش متسحر او ماكو شيء دسم بس انا ما لا السحر ولا شاته يكون هو فطوري هو السحور والفطور بعد ما اكل ولا وجبه سؤالك بالضبط شو الحين عيسى شو السبب؟ بغيت أعرف هذه الأعراض هل تأثر في الصوم كثير يعني ولا على حسب؟ أخوي سلطان بس بسألك سؤالي هل عندك أي مشكلة صحية من قبل ضغط سكر كوليسترول؟ لا أنا كله أوكي يعني. أوكي هل عندك أي مشاكل؟ أوكي عندك مشكلة في المعدة من قبل قرحة أو حموضة زايدة من قبل رمضان؟ لا. ولا قولون عصبي؟ لا. لا أوكي تسمع الإجابة إن شاء الله أخوي. شكرا لك يا عيسى.
جاوبي عليه دكتور عشان أرجع حق الدكتور. زين في وايد ناس رمضان طبعا هي فترة للمعدة عشان ترتاح وترجع تجدد خلاياها خلال فترة الصيام، ولكن في وايد من الناس يتعبون في رمضان ويصير تقلصات في المعدة، وفي ناس تزيد حتى عندهم الحموضة، مفروض الحموضة تقل، ولكن في ناس يصير عندهم مثل خلل في عمل المعدة فزيد الحمض ويصير عندهم تقلصات. فمهم جدا أخوي تحافظ على وجبة السحور. أنت ذكرت السبب، أنت ما تتسحر، فالمعدة تتم فاضية أكثر من 16 ساعة، يعني 20 أو 22 ساعة تتم المعدة فاضية، فهذا يخلي الحمض اوريدي موجود في المعدة الطبيعي موجود، ولكن فترة الامتناع الأكل عندك جدا 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 طويلة. فأحرص على تأخذ فطور وجبة خفيفة وسحور عشان ترد المعدة لنظامها في إفراز الحمض، ومعلك من شر إن شاء الله. طيب يقول صباح الخير، أنا أعاني من فقر دم حاد من يوم وأنا صغيرة، والحمد لله فحص عشان الثلاسيمي وقالوا ما فيك، وخذت حبوب حديد فترة طويلة بس ما أشوف فرق في غضون 5 شهور، ما ارتفع نزل وايد وصل لين وصل 6، وخذت إبر حديد وغيروا لي الدواء وقمت أستخدم الباودر، شو ممكن أسوي عشان يرتفع أكثر؟ لأني قمت ألاحظ شعري يطيح مرة ثانية وشحوف البشرة، يعني أحس بضعف خاصة هالفترة في رمضان، علما بأن أكلي صحي، ما أعرف شو الحل. شو دكتور أحمد؟ تمام. هو عمره كم سنة؟ هي بنية بس ما حددت عمرها، والله ما ذكرت. طيب هي مشكلتها بس زي ما أنا فهمت أنها عندها فقر جامد، يعني نزول في نسبة الهيموجلوبين وفقر في الدم حاد، أخذت حديد وما تحسنش. صح؟ صحيح دكتور. تمام. طب احنا كده ما وصلناش لسه للتشخيص بتاع فقر الدم، لازم نعرف فقر الدم ده سببه ايه. مش كل فقر دم سببه نقص الحديد، نقص الحديد ده واحد من ضمن الاسباب الكتير قوي لفقر الدم. ففقر الدم ده لازم يتعمل له تحاليل كتير، منها طبعا تحليل الثلاسيميا لازم تعمله، لازم نشوف صوره الدم كويس، لازم نشوف نسبه الحديد اصلا في جسمها قد ايه، وبالتالي نعرف احنا نقدر نعالج فقر الدم ده ازاي. هل علاجه ادويه؟ هل علاجه نقل دم؟ هل علاجه اخباره ايه؟ وهو لو في شحوب او ضعف عام بيحصل وخصوصا مع الصيام، لا طبعا تفطر لغايه لما نبدا نشخص الحاله ونبدا نديها علاج وتحس انها كويسه، وبعد كده تبدا تصوم. ممتاز. يقول بغيت اعرف كيف نعرف عن حامل الثلاسيميا، يعني شو يعني الاشياء اللي تبين هالشخص انه فيه ثلاسيميا، واذا كان طفل متى نفحصه في اي عمر؟ حامل الثلاسيميا زيه زي اي واحد تاني خالص، وما بيبانش عليه اي اعراض خالص نهائيا الا بالصدفه، يعني هو ممكن يكون رايح يعمل تحليل تشيك اب عادي، او رايح يعمل عمليه مثلا لاي سبب كان، وبيعمل تحليل يلاقي الهيموجلوبين قليل، يتعمل تحليل الثلاسيميا يكتشف ان هو عنده ثلاسيميا يبقى حامل ثلاسيميا. طيب اما عن اعراض حامل الثلاسيميا ما فيش اي اعراض له خالص لو طفل، وعشان كده معظم الناس بتتفاجئ بيه في تحاليل في فحوصات ما قبل الزواج. صحيح دكتور، فحوصات الزواج معظمها نكتشف فيها للاسف. بالضبط. للاسف هم بيعملوه حاجه وعزموا الناس وحجزوا القاعه وكل حاجه، وبعد كده يكتشفوا ان عندهم ثلاسيميا، وتبقى مشكله عندنا احنا بقى لما نيجي نعمل لهم كاونسلنج. بس الفكره ان احنا كل ما نحاول نعمل تشيك اب بدري كل ما يبقى احسن، يبقى عارفين انا عندي حامل ثلاسيميا ولا، وخصوصا لو انا عندي تاريخ مرضي في العيله، عارف ان ابن عمي او ابن عمتي عنده ثلاسيميا بياخد دم، لازم اعرف انا حامل ثلاسيميا ولا لا. سبحان الله. اللي سالت السؤال تقول زوجي اكتشف يعني اثناء الفحص دكتور. بالضبط. ده معظم الناس بتحصل كده. انت نفحص للطفل، الطفل ممكن تشخص او نعرف ان هو حامل ثلاسيميا ولا لا بعد اول 6 شهور، اول سنه. بعد اول سنه في الامارات هنا كل الاطفال بيتعمل لهم فحص الثلاسيميا دلوقتي، من حوالي سنتين بدا الموضوع ده. كل الاطفال اللي مولودين هنا في الامارات بعد سنه بيتعمل لهم تشيك اب في وزاره الصحه، بيتعمل لهم بيشوفوا اذا كانوا حاملين للثلاسيميا ولا لا. زين. الشمندر زين، والبقدونس حق الدم. الدم ها دكتورة؟ حق رفع الدم. حق رفع الدم أهم شيء اللي هي منتجات اللحوم، يعني نركز على البروتينات، يعني اللحوم، البقوليات، العدس. على هذا الطاري، شو الأكلات اللي لازم يتجنبها مريض الثلاسيميا أثناء الصوم؟ أثناء الصوم؟ ما في شيء يتجنب أثناء رمضان، يعني مو بأثناء الصوم. الحين مثل ما قلنا إحنا بداية، النظام اللي بيتبعه مريض الثلاسيميا يكون نظام صحي متوازن، حالة حال أي مريض، أي شخص عادي. فالحين الأشياء اللي لازم يركز عليها اللي هي أنه يأخذ من كل المجموعات الغذائية، يأخذ من مجموعة النشويات، مجموعة اللحوم، مجموعة منتجات الألبان، ويركز على السوائل والألياف في نظام الغذائي. زين. دكتور معانا دكتور ولا؟ نو I have cold.
شكرا دكتور انشغل في معانا زين. طيب كيف يجب على مريض الثلاسيميا اخذ علاجه خلال شهر رمضان للحفاظ على صحته؟ تمام. هو العلاج معظم العلاجات دلوقتي احنا مشكلتنا بس زي ما قلنا هو العلاج على شقين. النقل الدم مفيش مشكله خلاص احنا عرفنا ان هو هيصير يوم واحد في الشهر عشان السيشن بتاعت نقل الدم. اما بالنسبه لبقيه العلاجات العلاجات بتختلف هل هو عنده بياخد كام علاج يعني هو عنده كام مشكله ومحتاجه كام علاج. المشكله الرئيسيه في كل مرضى الثلاسيميا اللي على دمه بالنظام هو الحديد تراكم الحديد زي ما اتفقنا. ومعظم العلاجات تراكم الحديد بتبقى هم ثلاث انواع عباره عن ابر تحت الجلد ودي ما فيش مشكله فيها مع الصيام خالص لان اي حاجه تحت الجلد دي ما تسطرش فدي ممكن يحطها عادي ما فيش مشكله. الادويه اللي عن طريق الفم في عندنا نوعين نوع بيتاخد مره واحده بس في اليوم وده ما اظن في الصيام برضه ما فيش مشكله ممكن يتاخد في الفتره ما بين الفطار والسحور انه بيتاخد كل 24 ساعه. النوع الثالث والاخير هو دواء بيتاخد ثلاث مرات ده شويه ممكن يبقى فيه مشكله عندنا في الصيام معاه لكن معظم المرضى اللي يعني قادرين يصوموا او عايزين يصوموا بيحاولوا يظبطوا امورهم بياخدوا جرعه بعد الفطار جرعه بعد صلاه التراويح وجرعه بعد السحور. فدي ثلاث جرعات برضو ممكن نقسمهم في الفتره ما بين الفطار والسحور. ممتاز. بالنسبه للادويه اللهم بس الا زي ما قلنا قبل كده مريض السكر بس بيبقى فيه مشكله معاه في الانسولين ان هو لازم يتاخد كل 12 ساعه معظم الادويه او هو بياخد انسولين طويل المفعول بتاخد مره واحده بس في اليوم وده ممكن نتحايل شويه على الموضوع ده. السكر اللي هو منتظم وما فيش مشكله فيه ما فيش هبوط او صعود حادثي ممكن برضه يفطر وياخد البروتوكول ده يصوم ممكن يصوم وياخد البروتوكول بالطريقه دي ياخد مره واحده بس انسولين في اليوم. ممتاز. دكتوره مي بس نعطي نبذه عن الحميه اللي يجب ان يتبعها مرضى الثلاسيميا خلال الصيام في شهر رمضان. هل في حميه مخصصه ولا لا نقول لهم اكلوا الاكل العادي اللي ياكلونه اهل البيت؟ هي الحين مثل ما ذكرت قبل انه لازم يكون هو يتبع نظام صحي متوازن يعني ياكل مثل ما احنا ناكل الا اذا عنده مشكله صحيه. اذا كان ما عنده اي مشكله صحيه يعني الهيموجلوبين عنده طبيعي ما يحس بتعب ويصوم ياكل نظام صحي متوازن مثل ما قلت قبل انه عادي نفسنا يفطر على تمر ويشرب ماي او لبن وبعدين اذا بيشرب مثلا شوربه وبس ينوع يعني ما يركزون على شيء واحد مثلا في حد بس يركز مثلا على الاكلات اللي هي تحتوي على نسبه عاليه من الدهون يركزون على العيش وينسون في شهر رمضان الاشياء المهمه مثل الخضروات والفواكه والسوائل. سوائل هل اظني كل الناس ينسونه فاهم شيء عليهم هم يركزون على هالاشياء. أول شيء. ثاني شيء إذا كان يعني إذا هو كان عنده سكر ويبي يصوم وسكره طبيعي إحنا قبل شهر رمضان نعطيه الحمية اللي هو لازم يتبعها. طبعا هالحمية على حسب الأنسولين اللي ياخده فنوزع له كم نسبة أو كمية الكربوهيدرات اللي المفروض ياخذها خلال يعني كيف نوزعها على الفطور وعلى الوجبات الخفيفة والسحور ويعني نوع الأكلات اللي ياخذها. جميل. طيب دكتور أحمد إذا قبل لا نختم معاك نحن بس نبغى نذكر المستمعين أن نحن نتوقف الآن عن استقبال الإجابة الخاصة بسؤال الحلقة اليوم اللي السؤال شو كان يقول دكتورة؟ كان معلومات عامة عن النوم في شهر الصحي لأن تناول كمية كبيرة من الطعام أم رقم 2 قلة النوم والسهر لا يؤثر كثير في شهر رمضان أم رقم 3 يحتاج الفرد 3-4 ساعات من النوم فقط أم رقم 4 كل ما سبق صح غير صحيح. الإجابة الرابعة هي الصحيحة كل ما سبق غير صحيح ونسحب على اسم الفائز. دكتور أحمد يقول أنا ما أعرف إذا حامل الثلاسيميا أو G6BD لأن من صغري وملخبطين الدكاترة فأبا أعرف شو الفرق بينهم وهل هنالك علاج للG6BD؟ شو هذا G6BD؟ هو هما طبعا في فرق كبير بينهم اللخبطة بينهم مش فرق أبدا هو بس محتاج تحليل معين يتعمل هيتعرف إذا كان ده ثلاسيميا ولا G6BD. الثلاسيميا زي ما احنا قلنا مشكلة في الجينات مشكلة صحيح. تصاعد الهيموجلوبين الالفا والبيتا لكن الجي 6 بي دي ده انزيم او الانزيم ده اللي هو انيميا الفول اللي نعرفه بالعاميه انيميا الفول بالضبط الانزيم ده مسؤول عن الحفاظ عن انه يمنع الاكسده عن الكرات الدم الحمراء فما تتكسرش صحيح. مجرد ان الواحد بياكل فول الانزيم ده بيتعامل مع
المواد الضاره والافاده فما بتتكسرش كرات الدم الحمراء. الانزيم ده بيبقى ناقص عند بعض الناس صحيح. بيبقى برضه الانزيم ده بيورث يعني من ضمن هو برضه هو الحاجه التشابه الوحيده اللي بينهم اللي هو برضه داخل في موضوع الوراثه يعني هو بيورث من الاب والام. لكن الانزيم ده هو ملوش علاج اكتر من ان هو بيمنع اكل الفول بيمنع اكل البقوليات بيمنع الادويه اللي فيها سلفه زي السترين والسلفادالازين الحاجات دي بيمنعها بس وماشي عادي طبيعي خالص ما بيحصلوش اي مشكله ما بيحصلوش اي تكسير. وفي بعض الحالات بتبقى لما بيكبر الطفل يعني لما بيخش في الادلت هود بيخش بقى بعد 12 سنه 13 سنه بيبدا الانزيم لوحده بينشط وبيبدا هو اصلا بيخف يقول لك انا طب دلوقتي باكل فول ما بيحصلليش حاجه ما بيحصلش حاجه لان خلاص الانزيم بدا ينشط وبدا يعني يكبر معاك زي ما انت بتكبر فخلاص بقى كميته كافيه بتغطي النقص اللي كان موجود قبل كده ما بيحصلش تكسير. صحيح. لكن هو في تحليل يتعمل بتعرف اذا كان ده ثلاثينيا ولا جيسكس بي دي سهله جدا جدا مفيش ضغوطه ولا حاجه. ممتاز. شاكرين لك دكتور. شكرا لك دكتور احمد. دكتور أحمد فرج أخصائي أمراض الدم في مركز الثلاسيميا في مستشفى لطيفة شكرا جزيلا لك. نهارك سعيد دكتور. شكرا. من الفائز معانا؟ الفائز معانا اليوم 500 درهم فيصل سعيد سبت. فيصل سعيد سبت مبروك فزت 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة في دبي. إن شاء الله بتواصلوا معك من الأسبوع الجاي عشان يسلمونكم الجوائز. زين دكتورة مي نحن عندنا تقريبا دقيقتين نبغي من عندك كلمة أخيرة تبغين توجهينا لمرضى الثلاسيميا تبغين توجهينا لأهالي مرضى الثلاسيميا تبغين توجهينا للمجتمع في عملية التعامل مع مريض الثلاسيميا. يعني كلمة أخيرة تبغين تقولينها. يعني مريض الثلاسيميا هو إنسان طبيعي حال أي مريض ثاني إذا أخذ أدويته بانتظام واتبع النظام الغذائي اللي هو مناسب لصحته أو حالته الصحية. ممتاز. وفي رمضان لازم يهتم بالوجبات الخاصة بالفطور والسحور. الفطور والسحور والوجبات الخفيفة بينهم ولازم قد ما يقدر يركز على السوائل. شاكرين لك دكتورة مي بن ثاني اختصاصية التغذية. انت وين في المركز ولا في مستشفى لطيفه؟ في مستشفى لطيفه. ها شاكرين لك دكتوره وايد انساس ما شاء الله. انت ملاحظه ان نحن عندنا اخصائيات تغذيه مواطنات وايد ما شاء الله هي وايدات ما شاء الله وعندهم معلومات ما شاء الله وايد كبيره. هنيكم صراحه ويعطيكم الف عافيه. جزء من العلاج على الطبيب والجزء الاكبر على اخصائي التغذيه محمود ترى يعني الجزء الاكبر على الاخصائي صح. احنا نكمل بعض احنا واخصائي التغذيه. ايش ابغى تقولين؟ عموما يعطيك العافيه دكتوره مي. شكرا. ودكتوره ندى. شكرا كان لك. معنا ايضا حتى عبر الهاتف دكتور احمد. شكرا لك يا ميرا الاغفلي ما قصرتي مشكوره. شكرا عيسى ما شاء الله مستحر اليوم مستحر. يعطيك الف عافيه عيسى. يعطيك العافيه عيسى سبيل. طبعا بنشوفكم ان شاء الله. يقول محمود ردينا ان الاناث اكثر ان شاء الله. لا يعني شوف المواطنات بارزات في كل مجال صحيح. صحيح. زين عموما ان شاء الله بس كم رساله على السريع. عيسى ليش معصب؟ توك مبتسم. مبتسم. زين مستانسين عليك توك مستانس. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم على امل ان نلقاكم ان شاء الله في الغد مع مواضيع جديده. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف وكانت معانا كذلك الدكتوره ندى الملة. شكرا لك دكتورة ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.